رح ننتقل لفقرتنا يلي بتحكي عن مكان وزمان مشحوم بالأحاسيس الصامتة وبموسيقى رافقت المشهد السينمائي لتبوح بحكاية ومعاناة عبرت عن مدينة ياسمين يلي عانت من الإرهاب خلال السنوات الماضية. كفى رسالة تروي حكاية دمشق بألمها وأملها الذي أوصل إلى الضفة الآمنة. حكاية رح نتعرف على تفاصيلها مع صاحبة فكرة العمل الإعلامية فادية جبريل. رمضان كريم أستاذ، صباحك. رمضان كريم عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا غير. كفى كان عم يتصدر مسرح الأوبرا بالفترة الماضية، شو سبب اختيار هالتوقيت؟ الحقيقة يمكن هي كانت محاولة لتجسيد ما دار بالفيلم. نحن بلشنا بالفيلم المعاناة، الألم، الوجع، وانتهى بالنصر الحقيقة وفرح أهالي دمشق بهذا النصر، هذا القدوم للجيش العربي السوري لإنقاذ هؤلاء المدنيين. الفيلم نحن خلصنا قبل إعلان دمشق خالية، مدينة خالية من الإرهاب، بتقريبا أسبوعين ثلاثة انتظرنا إلى حين الإعلان الرسمي، وكان حقيقة العرض لهذا التوافق مع مضمون الفيلم مع الواقع اللي هو فعلا فيلم استنباط حقيقي للواقع. خبرينا شوي كيف ظهرت الفكرة وكيف كانت آلية العمل وجو العمل. هل الفكرة ما أنا غريبة، كل سوري كل مدني عاش لهالحالة الحقيقة. يعني كيف ترجمت إلى فيلم؟ إيه هلأ نحن فكرنا، نحن إعلاميين أولا وأخيرا، وهذا واجب علينا أنه نحن نلتقط اللحظة ونأرخ لهذه اللحظة بطريقة أو بأخرى. يعني كان طبعا عبر إن كان مجلة جهينة، موقعنا الإلكتروني السياسي، أدينا دورنا، ولكن كان في شيء المفروض ينطرح أبلغ من هيك، يلي هو هذا الفيلم اللي جسد الحقيقة معاناة 8 سنين شهداء، 8 سنين من القتل العشوائي ولكن الممنهج لمدنيين، يعني لا انتماء سياسي أو حزبي لهم سوى أنهم متجذرين الحقيقة بوطنهم سوريا. من هون اجت عندنا الفكرة أنه من باب التأريخ، يعني كل إعلامي هو مؤرخ بالنهاية، لهي المرحلة من المرحلة اللي مرقت فيها المدن السورية. وبالعموم يعني دمشق هي، أنا حطينا بالفيلم أنه جسدنا دمشق، مدنية دمشق، هي بطبيعة الحال هذا بينسحب على كل المدن السورية. ما زالوا حتى الآن يقصفوا في حلب كل يوم، يعني اللاذقية عانت منها، حمص عانت منها، السويدة، درعا، ما في مدينة على الإطلاق أصحابها سكانها عم بيقولوا نحن سوريين ولن نترك أرضنا تحت أي، ولا نقبل بوجود إرهابي كان يمارس عليهم هذا الإرهاب الممنهج الحقيقة. كفى كان بطريقة مميزة تم عرضه، رح نتابع مقتطفات من هالفيلم نرجع نكفي حديثنا معك.
من خلال هي المشاهد القليلة. هو مدة الفيلم مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء 10 دقائق، يعني في الواحد يشوفه مرة ويعيده ليفهم تفاصيل الدقيقة اللي مركزة عليها. كمان خلينا نحكي ليش تبعتي لغة الصمت لإيصال الفكرة؟ الحقيقة يعني ظهر إنتاج لا بأس فيه خلال الأزمة، جسدت المعاناة بشكل عام، معاناة الحرب. طبعا سيناريو، حوار، مسلسلات طويلة حتى 30 حلقة في منها. هلا أنا هون أخذت على عاتقي قصة أنا والمخرج الحقيقة فادي سليم، إنه يكون الفيلم صامت للتركيز فقط لا غير على الحالة الإنسانية لكل مين عاش هاي الحالة الأليمة، لكل مين سمع فيها حتى. تركت له يصيغ الحوار اللي بيناسبه وردة فعله الخاصة فيه، لأن الحقيقة يعني كثير من المواطنين ممكن تكون ردة فعلهم مثلا يصرخ، يتحدى، يعني انطباعه يكون مثلا إلى انطواء وليس إلى تحدي. ولكن الحالة العامة هي حالة جمعية، الحالة الإنسانية هي مست كل مواطن سوري، كل مدني، ولكن ردة الفعل كانت الحقيقة هي هون المختلفة. أنا قلت أني أنا باعتبار أني أنا عم ركز على الحالة الإنسانية بشكل عام، الحوار بلا وتركت لكل مواطن انه يصيغ حواره المناسب له. بتحسي انه هالعشر دقائق كانوا كافيين لايصال معاناه وحرب مرت سنين؟ ايه كافيين، يعني هي كان اختصار واختزال وتكثيف لحالات ومشاعر هلا لا يمكن لفيلم لا 10 دقائق ولا مجلدات الحقيقة تقدر يعني تجسد أو تنقل اللي عاناه السوريين. نحن عم نحكي على حرب 8 سنين، حرب طويلة، يعني تمارس فيها كل فنون الإرهاب الحقيقة على هذا المواطن السوري، كافة فنون الإرهاب. هلأ أنا حاولت أني الاختزال وين صار بهذا الفيلم، أني أنا أخذت قسم من هذا الفن الإرهابي اللي هو القصف العشوائي للمدنيين. والحقيقة إيه، أنا بعتبر حالي أني أصبت لأني لامست كل قلب وعقل كل مين شافه لهذا الفيلم، لأنه فعلا هو طالع من الواقع وتجسيد حقيقي لمشاعر حقيقية حاسينا السوريين. يمكن هو مفهوم الإنسانية عنا بالسينما شوي قليل، أو دائما مثل ما أتي مترافق بحوارات عم تقتل الصورة أو المشهد. استخدمتي التوظيفة الموسيقية أيضا بالفيلم لإيصال أيضا الفكرة والمشاعر اللي أنت حابة توصيها لكل حدا ما في بيت سوري معاشة. صحيح، يعني بغياب الحوار بدك عناصر أخرى بالفيلم إنها تكون قوية بما فيه الكفاية إنها فعلا إنها تلامس المشاهد وقت يشوفوا لهذا العرض. طيب كانت الموسيقى هي بالدرجة الأولى، يعني أنا بحط لها بمينيموم 50% هي حاملة هذا العمل، لأن الموسيقى طالعة. أصلا الموسيقي أحمد اسكندراني كان يعني أبدع بهي المقطوعة نتيجة كمان عنده مر بحالي يعني حالي مريرة بهذا الموضوع، يعني كاد أن يفقد حبيبي له بقذيفة هاون، حس بالوجع وطلع بهي المقطوعة. اثنين، مثل ما قلنا الحوار ربما يفقده لهذا العمل جزء، يعني ردة الفعل بدها تكون صراخ ألم وجع. كانت الصورة أنا برأيي بديل عن هذا الحوار، ووظفنا الصورة طبعا أصعب على الممثلين، أصعب يعني كانت الصورة والصوت يلي هي الموسيقى كانوا كفيلين بإيصال الفكرة. وأنا بعتقد وعم بجزم الحقيقة أنه ما في حدا أيا يكن انتمائه السياسي، أيا تكن منطقته، وين مكان يكون لامسه هذا الفيلم، لأنه أنا عم جسد فقط لا غير حالي إنساني بعيد عن انتمائي سوى أنه سوري. تماما. العمل وكادر العمل كيف كان، وخاصة يمكن ذكرتي نقطة مهمة أنه كل حدا فينا أحس وعانى هالمعاناة، كيف تم تجسيد هالعمل عبر الكادر اللي كنت عم تعملي معه؟
هلا انا يعني في شيء كثير حلو انه الفكره كانت جديده على الجميع. طبعا طرحنا هذا الموضوع على الممثلين كمان، يعني انا اللي شفته وبامانه مطلقه انه كله كان عم بيمارس عمله مناط فيه بحب غير عادي، بحب شديد. يعني حتى انا من قبل الممثلين كل واحد بيعتبرها هي التجربه الاولى بتاريخه المهني، انه فيلم حتى لو قصير، والبلاغه انه قصير الحقيقه. قديش بتقدري انت تختزلي مثل ما سألتيني قبل هذا الوجع الكبير، او حتى لو كان جزء من انماط الحرب على سوريا بفيلم مدته 10 دقائق، كان الحقيقه حاله، اذا بدك حاله اصرار، حالي من هيك التحدي لابراز كل حدا كفاءته. لك حتى العاملين بابسط شيء من الكوادر كان عندهم هذا التحدي، كان عندهم هذا التحدي، وكل واحد منهم الحقيقه يعني انا هذا لامسته بشكل كثير كثير واضح، بانه كل واحد شو ما كان موقعه بالعمل كان يشعر انه هذا العمل عمله. ليش؟ لانه هذا وجعه بالنهايه. يعني 10 دقائق هي مده قصيره لتختزل رساله وطن باكمله. مثل ما قلنا، خلينا نحكي شوي عن هذا النوع من الافلام اللي هو ببلاد اوروبا وامريكا كثير شائع، لكن ببلادنا ما كثير شائع. نحن ساتنا على نمط الافلام الطويله والممله والاجزاء، هذا الصعوبه حتى يمكن التلفزيون والاعلام انه 10 دقائق تختزلي فيها هالموضوع. هي تقنية جديدة عم تفوت هلا على البلد، ويمكن حضرتك أول فيلم سينما ب10 دقائق. خلينا نحكي شوي عن قد ايه اخذ مدة للتصوير، شو الصعوبات اللي كمان واجهتك باثناء تصويره؟ هلا وقت بيكون موجود الايمان او الحب للعمل، واهم شيء الايمان، نحن كلياتنا مثل ما قلت لك مؤمنين بما نعمل، يعني حابين، وهي كمان حالة، كمان بضيف إنها هي حالة تحدي لأنها فعلا أول تجربة. يعني ما حدا إلا بتلاقي إنه يعني مو تردد بقدر ما هو تخوف من ردة الفعل الآخر المشاهد، بإنه فعلا تجربة جديدة ما صارت إطلاقا بتاريخ لا الدراما ولا السينما السورية. هلأ نحن طبعا ما بينقصنا شيء إنه نعمل تجربة، ليش لا؟ كوادرنا جاهزة، ممثليننا كفؤين، فكريا ناضجين الحقيقة. كانت هالتجربة من خلال ما نملك من أدوات، والحقيقة أثبتت نجاحها. خاصة يمكن بالسنوات الأخيرة كنا عم نشهد مهرجان للأفلام القصيرة ودعم سينما الشباب. اليوم الشباب يلي يمكن مروا بهالحرب يلي عشناها حابين يجسدوا هالمعاناة ويقدموا أفلام قصيرة. وأيضا من تجربة حضرتك، نحن لشو بحاجة لاستثمار هيك أفكار بطريقة جيدة وتجسيدها على أرض الواقع بفيلم قصير؟ هلا الحرب افرزت انواع متعدده من المعاناه، من الحالات الاجتماعيه، الحالات الاقتصاديه. يعني ايمتى ما كانت الاراده موجوده بامكانك يعني تلتقطي الفكره من الواقع وتجسديها بفيلم، بس بدها تكون متوفره الاراده. بس بحب ضوي على قصه عم تقولي الشباب، انا الحقيقه كادر العمل كان موجود معي من 18 سنه لأعمار متقدمة. أنا هذا بالنسبة لي مؤشر كتير رائع، يعني على سوريا أحد الأهداف الحرب على سوريا هي حرف هذا الجيل، جيل الصغير عن سوريته، عن ضياع للهوية، فقدانه للهوية. يعني هو أهم نقطة أنه يصدروا لنا منتج من الشباب فاقد لهويته، ما بيعرف هويته هو مين، عرفتي كيف؟ بس انا هذا الحماس الغير عادي من الشباب الصغير بالمشاركه بهيك فيلم كان بالنسبه لي مؤشر انه فعلا ولو انه الحرب نجحت ببعض جوانبها، ولكن انا برايي تصدينا وبقوه وافشلنا جوانب كثير 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 هامه جدا من الحرب. احدى اني انا شفت شباب كلهم حماس ليدلوا بدلوهم بهذا الفيلم اللي هو وطني بالنهاية بامتياز. أكيد. خلينا نحكي أنه كمان على الجو العام لما تم عرض الفيلم على مسرح دار الأوبرا، كنتي موجودة عم تراقبي كإعلامية بحس الإعلامي وجوه العالم كيف عم تستقبل هذه الأفكار، كل حدا شو تذكر،
كيف انطبع بذاكرتك هذا المشهد كأول فيلم لك؟ خلينا نحكي قصير، كيف كان رد فعل الجمهور؟ هلا كل الموجود كان، كل الحضور أثنى جدا جدا على العمل، بس لفتني شيء انه يعني شوفي قديش حجم الألم، يعني نحن ما نسينا بالتأكيد ولا يمكن. وهلا احد اهداف الفيلم مشان ما ننسى لازم نأرخ هاي المرحلة تماما، يعني يمكن مشاغل الحياة بعد نوع من الاستقرار او الاستقرار الكلي، هذا طبيعي انه البني آدم ينسى ما جرى معه، هذا طبيعي. نحن المفروض هذا دائما يكون نصب اعيننا، انه هذا كي نتعظ مما جرى. الحقيقه اللي لفتني كثير انه يعني الصالي بغالبيتها متاثره جدا 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 جدا، يعني حتى لدرجه في بعضهم للبكاء، في 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 اشخاص ما قدروا ضبطوا كثير حالهم. اذا انا رسالتي وصلت، الهدف من الفيلم وصل، يعني هذه المعاناه بالرغم على فكره اني انا ملاحظه ما فيها نقطه دم، يعني اللي اشتغلت عليه واللي ركزت عليه اكثر هو تمام الحاله الانسانيه، وهي يلي شو بدي اقول لك اصابت كل مواطن، كل حدا ما بتضروا يكون عاش لهي التجربة مثل ما حكينا، ولكن ممكن يكون سمع عنا، ممكن يكون جار، وممكن يكون قريبه، ممكن يكون في شغل كتير كتير مهمة. كل سوري كان بالمدن السورية بيطلع من بيته وما بيعرف حاله إذا بيرجع ولا لا. صحيح. يعني إذا لامستهم بقوة، أنا بعتبر حالي إني أنا أديت الرسالة ورسالتي وهدفي من الفيلم وصل تمام. يمكن بهالفترة نحن بحاجة لهيك أفلام، لكن بالمراحل المقبلة ممكن يتم طرح أفكار تحكي عن نتائج والآثار يلي تركتها الحرب على بلدنا. كتير ممكن، ايه هو بحر الحقيقة، يعني مثل ما قلت لك بإمكانك أنت، يعني هلأ أنا اشتغلت هذا الفيلم ضمن رؤية متكاملة، يعني هلأ الأول فيلم هو رقم واحد بضمن هاي الرؤية اللي رح يتبعها طبعاً أفلام تانية، إضاءات أخرى بتشكل أهمية ومفاصل بحياة سوريا، بحياة السوريين وحياة البلد بشكل عام، ننقل ونأرشف نأرخ ما جرى بحقيقته، لأنه كمان نحن إلنا صوت، يعني كان صوتنا غايب لمدة 8 سنين، يعني ما لا مجتمع دولي بيسمعك، طبعا هذا ما يسمى مجتمع دولي المنافق، يعني لم يصنف هؤلاء المدنيين على فكرة أنه المدنيين بيعرفون باعتبار هذا الفرز اللي كان الصارخ والمخجل في مطلق الوقاحة كان بهذا الفرز. ايه في كتير كتير قضايا، في كتير حالات، في كتير أمور إنسانية اجتماعية اقتصادية أفرزت الحرب، ايه بالإمكان خاصة أن السينما هي دائما موثقة لذاكرة شعوب. طبعا. خلينا نحكي شوية كمان بما أنه عم نحكي عن الحالة الإنسانية اللي أنت مركزة عليها والصمت والمدة القصيرة، ثلاث محاور هن سبب نجاح هذا الفيلم. الناحية الإنسانية اللي نحن عنا شوي غلط فيها، ما كتير عم توصل بشكل صحيح، في عم بيكون مبالغة، يعني ما عم نشوف انه مثل الغرب اللي عم يركزوا على الناحية الإنسانية، ان كان لطفل بده يروح على المنزل فبتعمل كتير حالة يعني بأمريكا او اوروبا. فخلينا نحكي عن هي التقنية اللي نحن عم نركز عليها لإيصال رسالة، يعني بهدف وإيصال الواقع مثل ما هو. كيف فيكي تسيطري على المشهد الصامت بإيصال المشاعر لكن بدون مبالغة وبدون يعني انه اوفر مثل ما بيقولوا؟ هلا انا بطبيعتي والحمد لله كان المخرج كثير كنا متوافقين بالرؤيه، انه فعلا يعني هلا الواقع اذا بدك ترجميه لواقعنا بتشعري فيه، اذا حدا بده يقرا نحن كتبنا، اذا حدا بده يقرا بيقول هدول مبالغين بحجم الالم والمعاناه. صحيح. يكفي انك تنقلي الواقع كما هو بعيد عن اي نوع من المبالغه الاخرى. اي مبالغه تطرأ على الواقع الحقيقي معناتها انا برايي رحنا ل هي مبالغه وافقدت المشهد والعمل موضوعيته. في شعره رفيعه بين المبالغه والحقيقه والواقع 100% 100%. لهيك نحن ما لنا مضطرين، انا قلت لك يعني كان دراستنا للعمل قبل ما شفتوا نماذج حقيقيه
كيف يعني؟ يعني شفتوا نماذج غير اللي عم تشوفوا على التلفزيون، قابلتوا اشخاص حقيقيين استوحيتوا منهم هاي الافكار؟ هلا ما بدك تقابلي، ما نحن مقابلينهم وشايفينهم وبعقلنا وعايشين معاهم. يعني انت ما في، لا يمكن تستثني سوري، لا يمكن ما انوجع وقال اخ بهي الحرب بأي طريقة كانت. ما بالضرورة أنا قابلهم، هدول محفورين بقلبي وبعقلي وبذاكرتنا وبألمنا الحقيقة. لا أكيد ما شفنا لهذا الفيلم، ولكن كل شيء كان موجود، استوحيتوه من كل الشرائح الاجتماعية وكل الحالات 100%. وأنا قلت لك أنه هذا الفيلم يعني قوته أنه بيحكي على هاي الحالة العامة. نحن قلت لك أنا مدينة دمشق كانت مثل، ولكن هو ينطبق على كافة المدن، كافة المحافظات طبعا. لهيك أنا حابة أسألك فردية على الإطلاق، لهيك حابة أسألك أنه رح يتم عرضه بالمحافظات إن شاء الله؟ في فكرة بهذا الموضوع إن شاء الله أكيد، لا طبعا لبعد العيد، لأنه يعني إن كان الحياة الاجتماعية كتير إلى نمط خاص كتير بشهر رمضان المبارك. بالتأكيد نحن كمان نتمنى ما نشوفه بس بالمحافظات السورية، نتمنى نشوفه أيضا بمنابر عالمية إن شاء الله. لتوصل رسالة الوطن اللي أنت ركزتي عليها بأجزاء متعددة. يعني كفى خلينا كمان نشوفه لوقت الانتصار والأمان اللي هلأ عم نعيشه وعم نحسه بهالرمضان. شكرا لوجودك معنا. أهلا فيك وموفقة، وإن شاء الله منشوف إلك أعمال جديدة وقادمة إن شاء الله. شكرا كثير لكم، لإلك وأيضا نحن نتمنى لك المزيد من إيصال معاناة وواقع مرت في سوريا أكيد لحتى يتم توثيق هيك أحداث. شكرا كثير لك. يا أهلين فيك، شكرا لكم. شكرا.